بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب العتق، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والعتق تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. وقلنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وبأن الرق مانع من موانع الإرث، فالرقيق لا يرث ولا يورث، وإنما هو مملوك لسيده. وقلنا بأننا ندرس هذه الأبواب لارتباط أحكام شرعية بها، فقد جعل الإسلام العتق، يعني عتق الرقبة، لكفارة القتل الخطأ، وجعله لكفارة المواقعة في رمضان إذا كان الإنسان صائما، وجعله كفارة للظهار، وجعله كفارة للإيلاء، وجعله كفارة إذا حنث في يمينه مع ما يأتي بعده من صيام أو إطعام في بعضها. قلنا عندنا الرقيق الخالص، يعني كله رقيق، وعندنا أم الولد، وهي السيئة، المرأة الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، سواء كان ذلك المولود ولد حيا أو ميت. وعندنا المدبر، إذا قال سيده أنت بعد حياتي حر. وقلنا المبعض هو الذي بعضه نصف وبعضه أو بعضه رقيق وبعضه حر. وقلنا في الآخر المكاتب. والمكاتب مع أن هذه الأشياء كلها غير موجودة، لأن الدولة وفقها الله اعتقد جميع الأرقاء، وقالت من يعني يطالب بشخص فيثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس أحرار. لكن كحكم شرعي فيحسن أن يكون طالب العلم على علم ودراية ومعرفة بأحكامها. الآن عندنا المكاتب. المكاتب الرقيق يأتي لسيده ويقول أشتري نفسي بكذا على أقساط شهرية أدفعها لك، فإذا وافق السيد واتفقوا على هذا وسدد جميع الأقساط فإنه يعتبر حرا، ينتقل من الرق إلى الحرية. وأما إذا بقي منها شيء فالمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. هذه القاعدة، المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. فلو كاتب العبد كاتب سيده ثم بدا له أن يعود إلى الرق وامتنع عن الدفع فهو يكون حرا. ومر بنا بأنه يجوز بيع المكاتب، يجوز بيع المكاتب، واستدللنا بحديث بريرة لما جاءت لعائشة رضي الله عنها وقالت إني كاتبت وأطلب مساعدتي، كاتبت على 9 أواق أدفع في كل أوقية في كل سنة أوقية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قال اشتريها، يقول لعائشة اشتريها. فاشترتها عائشة، واشترطوا أن يكون الولاء لهم، يعني اللي باعوها. فقال عليه الصلاة والسلام
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الولاء لمن أعتق، اشترطوا الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، فهذا هو الولاء. فهم اشترطوا الولاء، فقال عليه الصلاة والسلام هذا شرط باطل، الولاء لمن أعتق، بمعنى يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها لأنها هي التي اشترتها وأعتقتها. الآن عندنا ما يتعلق بالمكاتب، ما هو الشيء اللي يملكه وما هو الشيء الذي لا يملكه؟ المكاتب يعني إذا كان بيده عقار أو بيده سيارات أو بيده أثاث فهو لسيده، فإذا كاتب واشترى شيئا لنفسه فهو له، وإلا فإنه جميع ما بيده لسيده، ونستثني من ذلك شؤونه الخاصة كالثياب ولوازمه الخاصة، وإلا فإنها لسيده. وسأذكر بعد قليل قضية مرت علي في المحكمة تتعلق بهذا الأمر، وكنا نتوقع أنه لا يوجد لمثل هذه الأمور، بل حصل مثل هذه القضية، وأذكر لكم أطراف القضية وأبعادها بعد أن نقرأ قليلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يملكه المكاتب. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده على أقساط شهرية يدفعها، فإذا أكمل الأقساط أصبح حرا، وإذا لم يتوقف عن الدفع فإنه يعود إلى الرق. فيبين لنا المؤلف ما هو الشيء الذي يملكه هذا المكاتب، هل يملك عقارا؟ هل يملك سيارات؟ هل يملك أراضي؟ ما هي الأشياء التي يملكها والأشياء التي لا يملكها؟ نعم. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه. يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع. يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع، يعني يروح يشتري، يبيع ويشتري ويؤجر نفسه. احنا قلنا على أقساط شهرية لأن ما عنده شيء، لكن تعلم صنعة، نقول تعلم النجارة، تعلم الحدادة، تعلم الكهرباء، تعلم السباكة، صار عنده حرفة، فأصبح يستطيع أن يحصل على مبلغ يعيش منه ويوفر ما يدفعه لسيده، فما وفره يدفعه للسيد لأجل أن يبرئ ذمته، فإذا انتهت الأقساط قسطين أو ثلاثة أو عشرة أصبح حرا ولا يشترط رضا السيد. يعني ما يملك السيد أن يقول لا عدلت، لأن إذا لا سيما إذا أخذ شيئا من الأقساط، وإنما إذا اتفق أو عاجز العبد عن السداد فإنه يعلن رجوعه إلى الرق. والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. والإجارة. وأجر نفسه عند هذا شهر، عند هذا مزارع، عند هذا سواق، ويحصل راتب ويدفع لسيده من ما حصل عليه من إجارته. نعم. والأخذ بالشفعة. والأخذ بالشفعة يعني اشترك مع آخر في عرض واشترك فيها، وقلنا الشفعة انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فاشترك ويا واحد في عرض وباع شريكه الأرض، من حقه أن يأخذ حصة شريكه بنفس المبلغ الذي باع فيه، بشرط أن تكون حصلت له بعوض مالي، لا أنها جاءته هبة، لا أنها جاءته عن طريق الوقف، لا أنها عن طريق الصدقة إلى آخره. نعم. وأخذ الصدقة والهبة. يأخذ، لا حرج أن يأخذ الصدقة وهو إذا كان من الفقراء، ويأخذ الهبة إذا كان من الأغنياء وهي له وليست لسيده، وإنما يسدد ما عليه من أقساط منها. نعم. وكسب المباحات. وكسب المباحات الأشياء المباحة يكسب، أما المحرمة لا،
ليس من حقي أن يقترب منها. نعم. والسفر، والسفر يعني مثلا هو في مكة يسافر إلى جدة، يسافر إلى الطائف ويترزق الله ويجمع مال ويسدد، لأن الإسلام يسعى لتقليصه من الرق إلى الحرية ويشجعه على ذلك. نعم. لأنه من أسباب الكسب، وهو مع المولى، وهو مع المولى كالأجنبي، يعني علاقته بالمولى كالأجنبي، مولاه يعني سيده، وهو مع الأولى مع المولى كالأجنبي. وإنما يجب أن يسدد الأقساط في حينها، وإذا تأخر فمن حق السيد أن يلغي الكتابة لتأخره عن السداد، لتأخر العبد عن السداد. نعم. كالأجنبي في ضمان المال وبذل المنافع. نعم. وأرش بذل المنافع يعني يبذل منفعة لإنسان، يعمل له شغلة، يقدم له عمل ويأخذ مقابل. وأرش الجنايات، جاء واحد بحجر وضربه مع الرأس، بعدين الدم نزل، أرسلناهم للمستشفى، قالوا هذا هذه موضحة. ما هي الموضحة؟ الموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. وأنا سألت الأطباء مرة، قلت يجينا مثلا التقارير وتقول نحتاج إلى خياطة 5 غرز 4 غرز 3 غرز 4، قالوا كل ما احتاج إلى خياطة فهو يبرز العظمة، وأما إذا كان حطوا عليه شطرطون أو حطوا عليه لزاق أو حطوا عليه شيء خفيف فهذه تسمى حارصة أو بازلة أو دامية أو سمحاق إلى آخره. لكن إذا كانت موضحة فهي التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، ولها أرش موضح في الفقه. هذا الأرش هو 5 أبعرة، نصف عشر أدية، نصف عشر أدية، لها 5 أبعرة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الموضحة 50. نعم. وجريان الربا بينهما، وجريان الربا ما يجوز يتعاملون بالربا، وإن كان يعني هو يقتل لأنه مكاتب، لكن إذا كان في الرق ما يتعامل بالربا، لأنه هو وما يملك لسيده، فمعناه أن السيد عمل بالربا مع نفسه فهذا لا يجوز، لكن المكاتب لا، أجنبي. نعم. لأنه صار بما بذله من العوض كالحر. نعم. وقال ابن أبي موسى لا ربا بينهما، لأنه كأنه مال واحد. نعم. لا ربا بينهما لأنه ملك لسيده، لأن هذا يملكه السيد، العبد أو المكاتب وما يملك لسيده إلا إذا انتهت الكتابة أصبح الإنسان حرا. نعم. قال أصحابنا ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده. عندنا فقط الآن مثل قصة بريرة، اتفقت مع ربعها على أساس أنها على مدار 10 سنين في 9 أواق، وكل سنة تدفع لهم أوقية، فلو اتفقوا مدام 9 أواق أوقية، قالت لهم أنا بجيب بعطيكم الآن 5 وسامحون عن الباقي، قالوا ما يخالف، فمعناه إذا اتفقوا على ذلك فلا حرج، إذا اتفقوا على ذلك فلا حرج، يعني ما هي باعت العشر أو باعت الخمس، العشر بخمس، لا، ليس بيعا، وإنما اتفاق، هم تنازلوا وهي عجلت باتفاق وبالرضا وبالتسامح، وليس مبنيا على أحدهما على الآخر. نعم. قال أصحابنا ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته، يضع بعض، يقول مثلا عليك 5 أكتفي بقسطين، عليك 7 أكتفي ب3، واتفقوا على ذلك وتراضوا فيما بينهم، فهذا لا يسمى ربا، وإنما يسمى من باب المسامحة والتراضي بينهم. أما لو اشترطوا شرط فمبني، يعني قدمنا المؤجل بزيادة المبلغ أو نقصه، فهذا ربا ولا يجوز. نعم.
لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضا وأسقط بعضا. يقول العبارة كأن السيد أخذ بعضا وعفى عن بعض، عليه 5,000 قال جيب لي 2,000 والله يبيحك، جيب لي عليه 10,000 قال جيب لي 7 والله يبيحك عن 3، فكأن السيد أخذ بعضا وعفى عن بعض. نعم. فصل. ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته. أنا القضية اللي قل مرت علي قبل حوالي 20 سنة، دخل علي إنسان في المكتب ومعه ملف في قضية، يقول لما قرأت الملف يقول إن جدي فلان جاء من بلدنا بلد بعيدة، وكان البلد فيها شيء من الاضطراب، ومع جدي مع ذهب فأخذ الذهب وعزم الحج على الحج، هذا قبل حوالي يمكن 90 سنة، وعزم على الحج، وأخذ معه أحد مواليه، أخذ معه أحد مواليه وحج، وهذا المولى ثقة، لا أحد يشك في ثقته ولا أمانته، فلما انصرفوا من الحج جدي أو أبو جدي ما كان يستطيع أنه يبقى في الديار المقدسة، والبلاد بعيدة والرفقة سيسافرون طريق البحر وإلى آخره، فاتفق مع المولى على أن يبقى في البلد، أن يبقى المولى هنا في مكة والسيد يذهب، والنقود الجنيهات الذهب تبقى مع المولى، ويشتري بها عقارا في مكة ويعمل على تنميته وزيادته، وفي ذلك الوقت ما في مثلا فراغات وما يتعلق بها. يقول تم هذا، فجلس المولى واشترى العقار، ثم حصل على البطاقة، بطاقة الأحوال اللي للبلد، والتحق بالحرم وأصبح طالب علم ويد، واشترى عدد كبير من العقارات، ثم بعد ذلك توفي. الآن هو يقول توفي وهو مولى، وهو مولى، والمولى وما يملك لسيده، فيقول الرقيق قد مات لكن العقارات اللي عنده أريد أستلمها، وهي قريبة من الحرم العقارات. طيب وش البينات؟ هل فيه رسائل من المولى هذا إلى الجد يقول اشترينا العقار الفلاني أو بمبلغ كذا واشترينا؟ هل في مستندات؟ قال في خرائط ما تكفي. حاولنا يعني نجد شيء علشان السير في القضية، لكن ما وجدنا شيء يساعد على السير المنتظم، ويعني بقيت محل البحث. فيقول الإنسان، قد يستغرب الإنسان مثل هذه الأمور لكنها تقع، الرجل يقول لا نتهمه وإنما مات، وقد يقول توفي في الطائف الرجل اللي كان مولى، وأما هذا فهو يقول جدي وهو رئيس أسرة ورئيس عشيرة وله إمكانيات ويعتبر من الأثرياء، والآن العقارات موجودة فهو يطالب بها. فإذا كانت، فعندنا أمر، إذا كان هذا المولى عتق واشتراها لنفسه أو تسبب في حصول مبالغ واشتراها لنفسه، فهي لورثته ليست لسيده، لأنه عنده أولاد وعنده أسرة. وأما إذا كان لا، اشتراها لسيده وهي وسجلها بنفسه، يعني سجلها باسمه، فهي ترجع إلى المالك الحقيقي، وهذه تحتاج إلى بحث يعني هنا وفي بلدهم، عن وجود مستندات، عن وجود رسائل، عن وجود شيء من هذا القبيل إلى آخره. فنجد مثلا صاحب الزاد رحمه الله يعني كثيرا ما يذكر مسائل ويقول، وربما يا شيخ تركي وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، هذه من النوادر، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فصل. ويملك التصرف في المال
بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله. يعني المكاتب يملك التصرف، ما نحجر عليه أو نقول لا تتصرف إلا في كذا، لا، يملك التصرف بالمال بما فيه مصلحة له ومصلحة للمال. وأما إذا رأينا منه تبذيرا أو إسرافا أو تصرفا خاطئا فنحن نحجر عليه، فالحجر قد يكون لمصلحة الإنسان وقد يكون لمصلحة الآخرين. نعم. فيجوز أن ينفق على نفسه لأن هذا من أهم مصالحه، يعني يأكل ويشرب ويلبس، أهم شيء نفسه علشان ما يكون عالة على الناس. نعم. وعلى رقيقه. نعم. وحيواناته. نعم. حيوانات، إذا كان عنده غنم، إذا كان عنده بقر، إذا كان عنده إبل، إذا كان عنده دجاج، أي شيء علشان ما تموت. نعم. وله أن يفدي نفسه ورقيقه في الجناية لأن فيه مصلحته. وله أن يقتص من الجناية، إذا أحد اعتدى عليه فيقول لا، ما أريد 5 أبعرة، أريد أعمل بالرجل موضحة مثل ما أريد، أعمل به منقلة، أريد أعمل به مثلا يعني مثلا هاشمة، أريد أن أعمل به من الأشياء اللي التي المحددة. نعم. وله أن يختن غلامه ويؤدبه لأنه صلاح للمال، وله أن يقتص من الجناية عليه وعلى رقيقه. قد يكون هو وهو مكاتب عنده رقيق، له أن يقتص من الجناية عليه وعلى رقيقه الذي يملك. نعم. ويأخذ الأرش. ويأخذ الأرش، وش قلنا الأرش يا أبونا يمس؟ وش قلنا في الأرش؟ ما بين الصحيح وغيره، فمثلا نقول السيارة هذه فيها عيب، اشترى واحد سيارة وبعدين لقاها صوتها الماكينة تقرقع شوي، ما هي بسليمة، فذهب للمهندس وقال هذه تحتاج إلى قطع غيار وتحتاج إلى كذا، كم قيمة القطع الغيار؟ نقول، يقول قيمة القطع 1000 ريال وتكون سليمة. نقول إذن الأرش 1000 ريال، فهو مخير بين يأخذ 1000 ويأخذ السيارة ولا يعيد السيارة ويأخذ نصيبه، وهذا يسمى بالأرش. فيقول الأرش ما بين الصحيح وما فيه خلل. نعم. ويأخذ الأرش لأن فيه مصلحته، ذكره القاضي. وقال أبو بكر وأبو الخطاب لا قصاص له في لا قصاص له في جناية بعض رقيقه على بعض. نعم. يعني إذا كان عنده أرقة، ما كان عنده واحد، عنده 2، واحد ضرب واحد، نقول لا، قال من أقتص؟ ونقول لا، أنت ما تقتص، الذي يقتص الوالي، ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، أما أنت مالكهم، لكن من حقك أن تقال يعني تطالب ولاة الأمر بتطبيق القصاص بينهم، وأما أن تقتص فلا. قال كلهم هذا لي وهذا لي، نقول وإن كانوا لك جميعا فالقصاص من حق ولي الأمر وليس من حق أي إنسان أن يقيمه. نعم. لأن فيه إتلاف المال على سيده. نعم. فصل. وليس له إقامة الحد على رقيقه. وليس له إقامة الحد على رقيقه، لأن الحد يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد لولي الأمر. فلو نقول لو شرب خمرا فحد الخمر 80 جلدة، قد يجلده جلدا موجعا يتسبب في هلاكه، وقد يجلده جلدا خفيفا لا يؤثر، فهذا لا يقيمه إلا ولي الأمر أو من عينه ولي الأمر لإقامته، أما الشخص فلا يقيم الحد، وإنما هي من اختصاص الولاة. نعم. وليس له إقامة الحد على رقيقه، لأن طريقه الولاية، يعني ولي الأمر ويجتهد فيه، وإقامته عبادة لله عز وجل. نعم. لأن طريقه الولاية، والمكاتب ليس من أهل الولاية. المكاتب ليس من أهل الولاية، وإنما له حق فيهما. نعم. وليس له أن يتصدق ولا يتبرع. وليس له أن يتصدق، إذا تصدق قد يضر بسداد الأقساط، وإذا تبرع قالوا تبرعوا لكذا،
قال أنا بتبرعك. نقول لا، سدد الدين اللي عليك، أنت مكاتب وسيدك يطلب لأجل أن تعود، أن تنتقل من الرق إلى الحرية. ليس له أن يتبرع ولا أن يتصدق، وإنما له أن يأكل بالمعروف. نعم. ولا يعتق الرقيق، ولا يحج بماله، ولا يهب ولا يحابي. ولا يحج بماله، لأنه ما دام مكاتب فالحج لا يجب عليه، لا يجب عليه حتى يعتق. لكن لو قال لواحد تعال يا فلان حج معنا وأنا بلتزم مصاريفك، نقول توكل على الله. لكن لا يحج من ماله لأنه يحتاج إلى مصاريف وهي لا تجزئه. أكمل الشيخ بكاي، لا تجزئه عن حجة الإسلام. ما دام مكاتب لا تجزئه الحجة عن حجة الإسلام، ولا تجزئه إلا إذا عاتق كاملا. نعم. ولا يبرئ من الدين، ولا يكفر ولا يكفر بالمال، ولا ينفق على أقاربه، ولا يقرض، ولا يسرف في النفق. ولا يقرض. ليه ما يقرض؟ يمكن يقرض واحد ولا يردها، يمكن يقول عطني مبلغ سلف 1000 ريال، يعطيه 1000 ويروح ولا يجي، بينما هو رقبته مربوطة بالقسط الذي عليه. نعم. ولا يسرف في النفقة على نفسه، لأن حق السيد متعلق بإكسابه. ولا يسرف في النفقة على نفسه، وش معناه يا أبو فهد؟ ولا يسرف في النفقة على نفسه، يعني لو قال بروح أتغدى بالمطعم، في مطعم بنقول بكام؟ في مطعم بريالين، في مطعم بريالين، ياخذ تمييز وصحن فول وتوكلنا على بريال أو بريالين، وفي مطعم كم؟ بمية أو أكثر، فنقول لا، تروح للمطعم الغالي لا. أنت المطلوب أنك تأكل أكل نظيف، لكن ما من حقك ولا يبذر. نعم. لأن حق السيد متعلق بإكسابه. نعم. فإنه ربما عجز ربما يعجز فتلغى الكتابة، فصار إلى سيده. نعم. وإن كانت أمة متزوجة مزوجة لم يملك بذل العوض في خلعها، ولا تعجيل قضاء دين مؤجل. يعني بقى عند زوجها أحسن، هي أمة له متزوجة ويريد يدفع مال عشان الطلاق، الطلاق ما في خير، خلى عند زوجها أحسن. نعم. لأنه تبرع يمنع التصرف. ولا تعجيل قضاء دين مؤجل، يعني واحد يبي منه مبلغ على أن يدفع المبلغ في محرم السنة القادمة، قال لا، بدل أعطيه محرم السنة القادمة بعطيه الآن. نقول لا، أعطيته الآن ربما ما يكون عندك مبلغ تدفع قسط الكتابة، وقسط الكتابة أولى، فلا يدفع دينا مؤجلا. نعم. لأنه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة إليه، وإن كان مكاتبا بين نفسين لم يكن له تقديم حق أحدهما، لأن ما يقدمه مكاتب على هذا وهذا، ما يقدم واحد على الثاني، يعطيهم كلهم القسط. يعني إذا قلنا القسط 1000 ريال يعطي هذا 500 وهذا 500، وإذا قلنا القسط 500 ريال أعطاها 250 و250، يساوي بينهم ولا يفضل أي منهم على الآخر. نعم. لأن ما يقدمه يتعلق به حق الآخر، ولا يملك فداء جنايته أو جناية رقيقه بأكثر من قيمته، لأن الفداء كالابتياع، ولا يملك التزوج ولا التسري. ولا يملك أن يتزوج ولا أن يتسرى، بمعنى يشتري جارية ويواقعها، لأن هذا يترتب عليه نفقة ويترتب عليه زيادة إذا كان ولدة ولد ولا ولدين يحبون مصاريف، فهذا يؤثر. فالحرص فالعمل أو لهذه الضوابط لأجل ألا يكون هناك ما يعوق سداد الأقساط في حينها. نعم. لأنه تلزمه النفقة والمهر في التزويج، ولا يأمن حبل الأمة فتتلف. يعني تحمل، إذا حملت تبي علاج وتبي مثلا مستشفى وتبي مصاريف، وقد هذه المصاريف تشق، يعني تثقل كاهله. نعم. فتتلف بالولادة
قد يمكن تموت هي، يكون ولد هذا اللي في بطنها سبب في وفاتها. نعم. وما فعل من هذا كله بإذن سيده، ما فعل من هذا كله، إذا استأذن من السيد نقول لا حرج، لأننا منعنا هذه الأشياء حفاظا على حق السيد، وما دام السيد راضي نقول مع السلامة، يلا توكلنا على الله. وما فعل من هذا كله بإذن سيده جاز، لأن المنع لأجله فجاز بإذنه، كتصرف الراهن بإذن المرتهن، وإن وهب المولى أو أقرضه أو حاباه أو فدى جنايته عليه بأكثر من أرشها جاز لاتفاقهما عليه. نعم، إذا اتفقوا على ذلك. نعم. فصل. وليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط. ليس له أن يتصرف إلا على وجه الحظ، إن هذا في حظ وفي مصلحة وفي فائدة، أما إذا شككنا أو قد يترتب عليها ضرر فنمنعه من التصرف. نعم. لأن حق المولى متعلق باكتسابه، فلا يبيع نسا، فلا يبيع نساء يعني مؤجل، وإن أخذ به رهنا أو ضمينا فلا يعني إذا باع ما يبيع إلا نقد، لأنه يقول نسا يعني مؤجل، لو باع شيء وقال الفلوس أعطيك إياها بعد يومين يمكن ما يعطيه، أو يعني جاب كفيل يمكن الكفيل هذا يصير مفلس مثله، فلا يقبل، فلا يبيع نساء وإنما يبيع نقدا لضمان وصول المبلغ أو لضمان وصول القيمة إليه. نعم. ويحتمل الجواز لما ذكرنا في المضارب، وإن باع ما يساوي 100 ب100 نقدا و20 نسيئة، وإن باع ما يساوي 100 ب120 والمشتري قال بعطيك الآن 120 بعد يومين ثلاثة نقول لا مانع، لأن القيمة الحقيقية استلمها كاش، ما في خطر أن تقل القيمة، هو القيمة الحقيقية 100 ووجد زبون يبي يشتري 120 فقال أعطني 120 قال لا بعطيك الحين 120 بعدين، نقول ما دام ضمن أنه يسلمه 100 فهي يكتفي بها، وإن حصل على الباقي فنعم، وإن لم يحصل فيكون قد أخذ القيمة كاملة ولا ضرر عليه في ذلك. نعم. لأنه لا ضرر فيه، وليس له أن يضارب بماله لأنه يخاطر به ولا يرهنه. أن يضارب بماله، المضاربة يعني يشتري بضاعة ويبيعها لأن في مخاطرة، بعض المضاربات تربح وبعض المضاربات يعني لو قلنا مثلا من المضاربات اللي ينهى عنها بيع الأسهم، ناس تجار وبين يوم وآخر صاروا لا شيء بسبب المخاطرة ومشاركتهم في هذه الصفقات، أو واحد اشترى بضاعة وأصبحت ما تسوى فيقول يمنع من المضاربة لأن فيها مخاطرة. نعم. لأنه يخرج ما له بغير عوض، وفيه وجه آخر أنه يجوز له رهنه والمضاربة به لأنه قدير الحظ فيه، قد يرى الحظ فيه، قد يرى الحظ فيه، بدليل أن لولا ولي اليتيم فعله في مال اليتيم، لكن ولي اليتيم يسعى لما فيه حظ ومصلحة ويحرص على عدم المخاطرة، وكثيرا ما يعني إذا جاءوا عندنا في المحكمة قالوا يجي ولي اليتيم يقول فيه عقار وبشتريه لليتيم الفلان بمبلغ كذا ويطلب الإذن الشرعي، نقول لا وقف، نأخذ المعاملة ونرسلها لأهل الخبرة والدراية والمعرفة، نقول هذا ذكر كذا وكذا، هل فيه غبطة ومصلحة أو لا؟ إذا قالوا فيه غبطة ومصلحة قلنا توكلنا، إذا قالوا لا هذه قيمة منتهية أو في زيادة فلا يقر الولي بالشراء لليتيم بما لا يضمن فيه أن فيه غبطة ومصلحة. نعم. بدليل أن لولي اليتيم فعله في مال اليتيم فجاز كإجارته. كان قبل يومين أنه أحد الإخوان سألني قال أن عندي مال اليتيم وأني جلست أضارب فيه
واني خسرت 35,000. طيب وش لو قال ان البضاعة صارت ما يبقى ما ينبغي وكذا؟ قلت هذه تعتبر مخاطرة، هل اقدمت على يعني بينة وعلى احتياط وكذا وكذا؟ قال لا، انا رأيت البضاعة الفنية وقلت انها زينة. قلت لازم انك تضمن وتبرئ ذمتك، لان لو ابقيت الفلوس في مكانها احسن من ان تحركها وتكون ذلك ويكون ذلك سببا في الخسارة. فصل. وإذا استولنا أيها الأحباب، نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم غد. وهذه المسائل ينبغي التنبه لها، وهي فيها فائدة لمن أمعن النظر فيها وأعطاها حقها من الاهتمام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. يقول أخ كريم: المكاتب يعني مثل بريرة، يقول 9 سنوات، هل يبقى عند سيده يخدمه حتى يسدد المبلغ أو يروح يترزق الله؟ نقول لا، يروح يترزق الله، يخدم عند الآخرين ويسدد الأقساط. وإذا اتفقوا مثل بريرة ومن كاتبته على أن يتنازلوا عن البعض وتعجل لهم البعض فذلك جائز شرعا. يقول السائل الكريم وفق الله الجميع: آمل توضيح فيما يتعلق بلبس الحذاء، لأن بعضنا يدخل المسجد الحرام وعليه الحذاء ما يخلعها، أو يأتي مثلا المكان يصلى فيه ويلبسها، فنقول لو خلعها لكان أولى، وإذا كان متأكدا من نظافتها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول الرجل: عهد مع الله عهدا ثم نقضه فماذا عليه؟ عليه أن يتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، عليه أن يتوب ويستغفر ولا يرجع مرة ثانية. هذا أحد الإخوة يقول: رجل وقع زوجته قبل التحلل الأول في الحج، نقول الأمر هذا من الصعوبة بمكان، فقال العلماء: أولا فسد الحج، يعني إذا وقع في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى لكن ما تحلل التحلل الأول، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الأخير يحصل بالثلاثة جميعا. فقبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول له حكم، وبعد التحلل الأول حكم، وبعد التحلل الأخير حكم، فإذا بعد الثلاثة فلا حرج عليه، وإذا بعد اثنين فعليه شاة لفقراء الحرم. وإذا لم يتحلل التحلل الأول، بمعنى فعل ذلك في عرفة أو في مزدلفة أو في منى لكن قبل أن يفعل شيئا من التحلل، نقول فسد الحج. ثم ماذا؟ عليه أن يمضي فيه، يستمر، عليه أن يستمر في الحج. لو قال مثلا مدام فسد الحج أبجلس في الفندق ولا في داعي أن يروح الميناء وارمي الجمار واتعب وأبيت، أبجلس في الفندق، نقول لا، فسد الحج وعليك المضي فيه وعليك بدنه، ما هو شات، بدنه لفقراء الحرم، وعليك أن تحج من العام القادم. قال هذا نافلة، نقول وإن كان نافلة عليك أن تحج من العام القادم بدلا عن هذه الحجة التي أفسدتها، سواء كانت نافلة ولا فريضة. وماذا؟ ونفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الوقاع من العام القادم، لأجل أن لا يحصل شيء كما حصل في عام أول. يقول يترتب عليه 5: من واقع زوجته قبل التحلل الأول فعليه 5 أمور: فسد الحج ويلزم المضي فيه، وعليه بدنه، وعليه الحج من العام القادم، ونفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الوقاع لأجل ألا يتكرر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.